شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في جلسة نقاشية بعنوان مؤسسات التمويل التنموي في طليعة استثمارات البنية التحتية، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد بجنوب أفريقيا. وفي كلمتها أشارت المشاط لأهمية النموذج التنموي الذي نفذته مصر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المطبقة لدى الدول أعضاء البنك. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن السياسات المالية تعمل على تشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. وخلال لقاء مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة، لفت كوجوك إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرا شاملا سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام في تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة. دعا رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام مهيبة الجانب الهندي إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الهامة في مصر التي تحظى بحزم من الحوافز الاستثمارية. جاء ذلك خلال لقاء مع رئيسة وكالة الترويج للصناعة والتجارة بحكومة الهند وعدد من كبرى الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار بمصر. بحث وزير الإسكان شريف الشربيني مع رؤساء جامعات المستثمرين بالمدن الجديدة المشكلات بالمدن الجديدة سواء في المشروعات الخدمية أو المناطق الصناعية القائمة. وأكد الشربيني أهمية تعزيز دور جامعات المستثمرين بالمدن الجديدة والتواصل الفعال معهم وإشراكهم في حل المشكلات وتعظيم وتنويع واستدامة مواردها المالية من أجل المشاركة في ضمان استدامة واستمرارية التنمية. شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطورا ملحوظا من حوالي 4 ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من 7 ملايين و500 ألف طن حاليا. أشارت وزارة الزراعة إلى أن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصادرات وقيمتها، مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر. منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي قيادة البلاد ويضع على عاتقه تنفيذ مشروعات عملاقة قادرة على دفع الاقتصاد المصري للأمام، مشاريع كثيرة في عديد من القطاعات ومن بينها الزراعة، حيث وضعتها القيادة السياسية على الطريق الصحيح، ما أحدث نهضة زراعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية عبر التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة وتنفيذ العديد من التجمعات الزراعية وغيرها من المشاريع في هذا الشأن. اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ساهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري، كما تمكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد. فالأرقام لا تكذب، حيث أعلنت الحكومة على لسان المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت من حوالي 4 ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من 7.5 مليون طن حالياً. الوزارة أشارت كذلك إلى أن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصادرات وقيمتها، مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر. وزارة الزراعة أوضحت كذلك أن بيانات الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات تؤكد هذا التحسن، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في فتح أسواق جديدة حول العالم، حيث وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلى حوالي 165 دولة. طلبت تركيا رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم الدول الناشئة الكبرى. وضحت مصادر تركية أن النظر في توسيع المجموعة قد يخضع للمناقشة خلال قمة مرتقبة في قازان في روسيا خلال أكتوبر المقبل. ومن بين الدول الأخرى التي تتطلع إلى الانضمام للمجموعة ماليزيا وتايلاند وأذربيجان. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لزميلات لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل.